38 عاما لم ندخر جهدا. قبل 38 عاما في 17 من يناير عام 1984 تأسست الإغاثة الإسلامية عبر العالم، استجابت خلالها لاحتياجات الفقراء واللاجئين والنازحين، وكانت سندا لضحايا الكوارث والنزاعات ودفءا لهم في مواسم البرد والصقيع. لم تقتصر تدخلات الإغاثة الإسلامية على بلد دون غيره، ولم تميز بين فئة أو عرق أو طائفة، فالكل سواء. كانت إغاثة الإنسان شعارها، والأمانة وسيلتها، وتعاليم الدين الإسلامي مرتكزها الذي تنطلق منه. 38 عاما لم ندخر جهدا. الإغاثة الإسلامية عبر العالم، بكم يسود الخير.